ضمن حملة راديو الرابعة للتوعية بسرطان الثدي بشهر أكتوبر رح تكون معنا هلأ على الهواء نور الخلود، صبية بعمر 27 سنة حاربت سرطان الثدي 3 مرات. هي بريست كانسر سيرفايفر، اسمها حلو، رح تسمعوا صوتها قديش معنويات وقدي رح تكون تجربة مؤثرة لكل شخص عم يسمع لحتى نتعلم منها. نور كيفك؟ الحمد لله تمام سلام، كيفك انت شو اخبارك؟ ماشي الحال. نور، بعتقد يمكن سؤال او سؤالين نقدر، انا بقدر اسال سؤال سؤالين وانت بتقدري تحكي كتير اشياء نعتبر فيها ونكون اقوياء. خبرينا عن هالتجربه اللي مريتي فيها من البدايه، كيف اكتشفتي وهذه النقطه الاهم لتقدر تتعالجي الكشف المبكر؟ هلا اول شيء السلام عليكم. ثاني شيء انه دائما لما كان عمري 23 كنت هاي كانت اول سنه هون بدبي. نعم. فما كنت بعرف انه شو بريست كانسر، ولا عندي هيستوري بالفاميلي، ولا في اي حدا عنده، يعني ما في وراثه بالعائله ولا بعيد. ايه بالضبط، ما في حدا بالعائله. فبعدين انه كان بعد العيد الكبير، عيد الاضحى، كنت طالعه من الشاور وبدي البس واطلع. فانا بلبس ثيابي، حسيت انه في ورم، انه في لمب هيك ورم بالثدي اليسار. نعم. فاول شيء انه انا عادي انه اوكي، بس بعدين انه انا صرت بارانويد كثير كثير مهووسه، كثير 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 اوبسست انه على اوفر اشياء متعلقه بالصحه، سبيشلي انه ما في وجع ولا في شيء، لا كان بيوجع ولا شيء، هيك مثل الكتلة الصغيرة وزي الحجر قاسية، بس ما بعرف إنه شو هي. فاتصلت على بابا على طول، إنه بابا بروفيسور بالجامعة بالبيولوجي، فاتصلت عليه وحكيت له، إنه قال لي روحي بكرة على الفحص. بعدين رجعت اتصلت على ماما، ماما بتحكي لي إنه يمكن عندك الدورة الشهرية، فإنه قال لي هذا معروف إنه البس بينتفخ. قلت لها طيب أوكي. فخلص سكت الخط وطلعت، وانه انبسطت ولا على بالي ولا شيء. تاني يوم صحيت الصبح كان في وجع صغير، فقلت يلا خلاص انا بروح على الهوسبيتال واشوف واشيك، انه it's better to be safe than sorry. فرحت قالت لي اول ما فتت شافت لي بالايكوغرافي، عملت لي ايكوغرافي على الثدي، وبعدين قالت لي انه انت عمرك اصغر من 35، ما بنقدر نعمل لك ماموغرافي. نعم. بس بنقدر نعمل لك بايوبسي. فعملت لي بايوبسي عملت لي اخذت لي خزعه بالجان، يعني انه ما فتحوا ولا هيك. فبس بعدين اجوا التحاليل، بعد اسبوع اجوا التحاليل، فقالت لي انه معك بريست كانسر ستيج 2 ولازم نبلش بالكيماوي فورا. فبلشت بالكيماوي، كنت لحالي هيك وغربة وما في حدا وصغيرة ومدرس، وأول شيء كنت أفكر فيه إنه لا امتحانات وطلابي وما بعرف شو. فبعدين إنه الصراحة لقيت المدرسة كتير كتير متعاونة، كتير كتير متعاونة معي، وكنت بروح على الكيموثيرابي وأوقات خضعتي يعني للعلاج. قدي مرحلة العلاج اللي خضعتي لها لحتى شفيتي أول مرة من سرطان الثدي؟ أول مرة شهرين وعملية صغيرة. عملية صغيرة. بعد قدي رجع وكيف استقبلتي هالشي كمان نفسيا بعد ما تكوني قلتي إنه الخيل الحمد لله؟ الحمد لله بعد 6 أشهر. بعد 6 أشهر كان في لمب. هو دايما لما بيكون شي أول مرة بدي يضل في فحص. ايه بالضبط. فانا كنت كثير بروح وبعمل فحوصات، حتى كل 3 أشهر بروح بعمل فحوصات. فبعد 6 أشهر رجع رد انه تبين انه اللي عمل لي عمليه الاولى، الدكتور اللي عمل لي عمليه الاولى كان ترك هيك، هم لما عملوا الصوره طلع زي عنقود العنب، عرفتي كيف؟ فكان ترك شوي انه هيك ترك شوي ما نظف الورم كامل، فبقت ورجعت جددت. طيب وتعالجتي كمان كم شهر ولا رجع المره الثالثه؟ كمان رجعت عملت بس 3 سيشنز في العلاج الكيماوي، وبعدين انه عملت عمليه على طول. العمليه كانت انه كان المفروض يعملوا لي دايسكتومي للثدي. عملت استئصال كامل او جزئي؟ لا، اللي عملت استئصال جزئي. هو استئصال ومش استئصال، لانه الدكتور حكى لي انه انت بعدك صغيره وهيك ولسه المستقبل قدامك. فشو عمل؟ خلى لي الجلد تبع الثدي تعملي بس فتح لي الثدي انه من هاي السيركل البنيه، الممل النبل،
وفتحها وفرغ كل شيء كأنه هيك واحد معلقة هيك بفرغ، فرغ كل شيء وبعدين رجع حط لي سيليكون ورجع خيط الثدي. فكأنه عملتي امبلانت لتحافظي على الشكل الطبيعي، وهذا شيء طبيعي. بالضبط. خلاصة وباختصار، عدم تجاهلك أنقذ حياتك. شو بالضبط. بتقولي لكل صبية عم تسمعك وحتى الرجال؟ صحيح نسبة الرجال بالإصابة بسرطان الثدي أقل، ولكنها أصعب. 5% من الرجال بيكون نعم. عندهم سرطان الثدي بالعالم. خبريني شو بتقولي لكل حدا عم يسمعك هلأ على هوا راديو الرابعة؟ التجربة النفسية اللي خطيها، القوة اللي حسيتي فيها أنه إيه هو يمكن قوي وخبيث بس أنا أقوى منه ورح أتخطى. انه اول شيء ما تتجاهلوا اي شيء بجسمكم بتحسوه انه غريب وكمان ما بيوجع. لو بيوجع اوكي، بس لو ما بيوجع هاي انه لازم تروحوا على تعملوا الفحص على طول. وتاني شيء انه ما خلوكم قراب من الناس اللي حواليكم، لانه بتستمدوا قوتكم كمان منهم. انه يعني مش لانه مثلا انتم بدكم تخسروا الشعر ولا هذا كله بيتعود، تكونوا كئيبين وهيك كله بيتعود. انه ما تحاولوا تبعدوا الناس اللي حواليكم، يعني يكون اهلكم، يكون دعم المعنوي مهم طبعا. زوج المعنويات اهم من العلاج، العلاج نفسه. فهي هي نصيحتي، وان شاء الله كل الناس تكون بألف خير، بس للبنات وكمان الشباب. وان شاء الله ما حدا بمر بنفس تجربتي. امين يا رب. يكون التشخيص على بكير ان شاء الله. ألف حمد لله على سلامتك، نور الخلود، وان شاء الله دايما منورة حياة كل أحبابك بكل الصحة والسعادة. أصلا صوتك كتير فيه فرح وكتير فيه هيك انطلاق بهالحياة، أكيد كتير من اللي عم يسمعوك هلأ حسوا بهالشي. أنا انبسطت أنه حكيتك، وبتمنى أتعرف عليك كمان شخصي، وبس يعني نمر بتجارب نقدر نتخطاها ونفيد غيرنا بخبرتنا وخلاصة تجربتنا. شكرا. وبدل تجارب حلوه لما بتطلع عليها انه لا انا اي ونت ثرو ذات وانا كنت قويه وتخطيته. بالضبط. اذا الكشف المبكر وعدم الاهمال بينقذ حياتنا لتضل ورديه بشهر اكتوبر. أكيد. الوردي اكيد. ثانك يو. باي باي. باي. ثانك باي باي. اسمعنا وبس.